أكتر حاجة بحبها فيكي هو ده، هو ده، قلبك. ناهد من المغرب، فنانة مغربية، بحب كل ما هو طربي وكلاسيكي وبغني جميع الأغاني. بالطبع بحب كذلك كل ما هو يليق بالإحساس وبالأغاني اللي كلها بإحساس وإحساس. أنا بحب أي أغنية، أنا بغني بجميع اللغات، وبغني أكيد أكثر لسيدة الطرب أم كلثوم، مثلا عبد الحليم حافظ، بغني كذلك الأغاني المغربية بكوني كمغربية من المغرب. أكيد عندي أغنية مغربية بعنوان باش نجاوب، وأكيد بحضر لأعمال قادمة إن شاء الله، بحضر كذلك الفيديو كليبات وإن شاء الله تنال الجمهور. الغنى بدأت في سن 11 سنة إكزاكت، 11 سنة، وبعدين لما ولجت للميدان والعالم الفني حوالي 3-4 سنوات. أكيد درس مزيكا كونسيرفاتوار، درس الموشحات، السولفيج، درس العديد من كل الأمور الموسيقية. بالأكيد أن المعهد بنعرف عليه أنه معهد أكاديمي، هذا أهم شيء. اشمعنى الاغاني المصريه؟ ليه الاغاني المصريه بحبها كثير كثير كثير، بنوجد او بين رايي المزيكا، برنامج مزيكا او اغنيه مزيكا لمصطفى، مثلا مصطفى قمر، ايهاب توفيق، بحب كثير هذه الاغاني وبحاول اني اغنيها. بحب كثير كذلك تامر حسني، من اول بداياتي كنت بغني له اغاني كثير كثير. أقول تامر حسني إني حابة تسمع صوتي، وبتمنى يجي النهار ويجي الوقت اللي نتلاقى فيه أنا وياك. الجديد عندي إن شاء الله كنحضر بزاف ديال المفاجآت، من بينهم برامج تلفزية، مواقع، في كل ما يخص العالم العربي إن شاء الله. وأنا دائما ناهد بتحب أنها تمشي خطوة بخطوة، خطوات ثابتة، دائما بتمشي بتأني وبتبات، وإن شاء الله بتمنى أن يكون في المستوى المطلوب. حب غني لتامر حسني. أكتر حاجة بحبها فيكي هو ده، هو ده، قلبك. أكتر حاجة شدتني ليكي هي دي، هي دي طيبة قلبك.